السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشروع الوحدات المترية، عملنا هذا المشروع على شكل مدرج تكرار ترتب فيه الوحدات تصاعديا أو تنازليا. المشروع كامل مصنوع من الفلين والوحدات الموجودة في المجسم قابلة للفك والتركيب. كانت الوحدة الأساسية التي اعتمدنا عليها في تحويل الوحدات هي المتر. تمت قابلية الفك والتركيب للوحدات عن طريق إلصاق الشريط اللاصق مثل المتواجد في بعض الحقائب وبعض الأحذية. شكرا للمشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.